انا قلت ان انا لو عندي اي ليكويد تحت درجه الغليان بيبقى اسمه ايه؟ سب كول. يعني انا النهارده لو فتحت الحنفيه كده نزلت شويه ميه بيبقى اسمها سب كول ليكويد، صح؟ ولو قعدت ازود درجه الحراره ازود الحراره ايه اللي هيحصل؟ لحد ما تتحول انها ليكويد على وشك الغليان بيبقى اسمه ساتيوريتد ليكويد. خلاص هيقعد كده لحد ما يبقى اسمه ساتيوريتد ليكويد. لو هو بيور كومبوننت هيحصل له غليان عند كونستنت تمبريتشر، الميه عند 100 بس لو هو اي ليكويد تاني هيحصل له ايفابوريشن عند كونستنت تمبريتشر، صح؟ لحد ما يتحول لساتيوريتد فيبر. هو لو جيت ابص له من الناحيه دي فهو فيبر على وشك التكسر. بعد كده لو مسكت الفيبر ده سخنته هيتحول لايه؟ سوبر هيتد فيبر، صح كده؟ علشان الماده تتحول من سب كولد ليكويد الى ساتوريتد ليكويد هي اخذت سنسبل هيت، صح؟ يبقى الحته دي هي اخذت فيها سنسبل هيت. طب وعشان تتحول من ساتوريتد ليكويد لساتوريتد فيبر هفترض انها بيور كومبوننت وحصلت عند كونستنت تمبريتشر، هي ما خدتش سنسبل هيت، ما خدتش حراره انا حسيت بيها، امال خدت ايه؟ اخذت ليتنت هيت. طب وعشان تتحول من ساتوريتد فيبر الى سوبر هيتد فيبر اخذت ايه؟ اخذت سنسبل هيت برضه. خلاص؟ طيب خليني ابص لها بالعكس بقى، لو انا النهارده عندي ساتوريتد فيبر عايز احوله ساتوريتد ليكويد يبقى انا عملت له ايه؟ كوندنسيشن تكثف، وده اللي عملناه المره اللي فاتت. احنا قلنا ان انا عندي نوعين، عندي هوريزونتال وعندي فيرتيكال كوندنسرز، وقلنا ان الفرق بينهم في القوانين لكن نفس سيكونس الحل، تمام؟ يبقى انا علشان احول من ساتوريتد ليكويد الى ساتوريتد ليكويد وانا هنا عملت كوندنسر فقط، مش كده؟ ده كوندنسر. السؤال بقى هو انا ممكن يكون عندي، ركز معايا قوي بقى، سوبر هيتد فيبر واقول لك معلش الله يخليك اقعد اسحب منه حرارات بقى كتير لحد ما يتحول لساتوريتد ليكويد؟ والله عشان هو يكون سوبر هيتد فيبر وانت عايزني احوله لك بس مش اي ليكويد عادي كان ده ساتوريتد ليكويد، يبقى انت محتاج الاول تشيل منه كميه السوبر هيت دي، خلاص هيتحول الى ساتوريتد فيبر وبعدين تعمل له كوندنسيشن، وده اللي بنسميه دي سوبر هيتر كوندنسر. يبقى دي سوبر هيتر كوندنسر معناه انك في الاول بتشيل السوبر هيت وبعدين بتعمل كوندنسيشن. طب وانا ينفع اعمل حاجه تانية زي ايه؟ ينفع ان انا ابتدي ساتوريتد فيبر واقول لك طب انا مش بس عايزاك توصله لساتوريتد ليكويد، لا ده انا عايزاك تعمله سب كولد ليكويد. ينفع الاول هتعمله عمليه اسمها كوندنسيشن وبعدين سب كولينج، فده بنسميه كوندنسر سب كول. خلاص اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو الدي سوبر هيتر كوندنسر. وتعالى بص معايا هنا في الدي سوبر هيتر كوندنسر، انت اللي داخل عندك ايه هنا؟ داخل عندك سوبر هيتد فيبر، تمام؟ عشان يطلع ساتوريتد ليكويد. انا عارفه ان في النص هيحصل ايه؟ ها؟ انا عارفه ان الموضوع ده هيحصل على مرحلتين، مرحله السوبر هيتد فيبر ده هيتحول الى ساتوريتد فيبر وبعدين هيتحول بعد كده من ساتوريتد فيبر الى ساتوريتد ليكويد. طب معلش ثانيه واحده، معلش ثانيه واحده، هو انا الجزء الاولاني ده اللي هو فيه ميه داخله في التيوبس، خلاص، وفي الشال ايه اللي بيحصل؟ سوبر هيتد فيبر بيتحول الى ساتوريتد فيبر، يعني ايه اللي بيحصل هنا؟ مش سامعه معلش. فيز ليه؟ انا واحده سوبر هيتد فيبر هبقى ساتوريتد فيبر، يعني مجرد فيبر بسحب منه سنسبل هيت. كولينج عادي، انا كاني بالظبط بمسك الاكستشينجر بتاعي ده، بمسك الجهاز بتاعي ده بقسمه جزئين، جزء هيت اكستشينجر عادي جدا وجزء ثاني كوندنسر. علشان كده انا من النهارده هبتدي اشتغل تو زونز، تو زونز، اثنين زونز، زون بيحصل فيه هيت اكستشينجنج عادي والزون الثاني بيحصل فيه ايه؟ كوندنسيشن، تمام؟ طيب
هيحصل ان انا هتحول من ساتوريتد فيبر الى سوري من سوبر هيتد فيبر الى ساتوريتد فيبر، بعد كده هتحول الى ساتوريتد ليكويد. تمام؟ طيب ده هيت اكستشينج زون عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، مجرد تبادل حراره عادي جدا ما بين فيبر جوه الشل وليكويد جوه التيوب. خلاص. والجزء الثاني مال كوندنسر، صح كده؟ في اي مشكله؟ تمام. طيب بيقول لي طيب في جزء الهيت اكستشينجر الفلويد بتاعك اللي هو اللي ماشي في الشال ده هيفقد كيو مقدارها كيو واحد، صح؟ والجزء الثاني هيفقد فيه كيو 2. مجموع الكيوهات اللي فقدها قد ايه؟ مجموعهم الاثنين، صح؟ انا كسوبر هيتد فيبر هفقد حراره الاول عشان اتحول الى ساتوريتد فيبر، وبعدين هرجع افقد حراره ثاني عشان اتحول الى ساتوريتد ليكويد. يبقى الطبيعي ان الكيو بتاعت الفلويد اللي ماشي في الشن عباره عن كيو 1 زائد كيو 2، فين المشكله؟ صح؟ طيب يبقى كيو توتال هي كيو 1 بلس كيو 2. طيب شايف الجزء ده كده؟ قلنا ده الهيت اكستشينجر زون وده الكوندنسيشن زون، في اي مشاكل؟ طيب قلنا ان الكيو هي عباره عن التوتال كيو اللي بينهم، في اي مشكله؟ طيب حراره ماشيه ازاي بقى؟ كلمني كده عن الحراره ماشيه ازاي جوه الاكستشينجر، جوه لبره ولا من بره لجوه ولا ايه؟ من بره التيوبز لجوه التيوبز، صح ولا ايه؟ مش كده؟ مش الحراره ماشيه مين اللي سخن ومين اللي بارد؟ الميه اللي هي كولينج ووتر دي ساقعه، تمام؟ وبره هنا في فيبر السخنه، يبقى الحراره ماشيه ازاي؟ بص معايا كده بعد اذنك، بص الحراره ماشيه ازاي؟ الحراره على اي تيوب جايه من بره لجوه، صح؟ ده مش بس كده، يعني تعالى ناخدها كده على جنب. ايه ده بقى؟ ليه لو انها بالوان مختلفة؟ عشان بس نميز جزء اللي بيحصل فيه هيت اكسشينجينج وجزء الكوندنسيشن. طيب تمام؟ معلش خليني ارجع كده لحتة الترم الأول شوية، هو الريزيستنس تو هيت ترانسفير موجود فين؟ ثانية، الريزيستنس هو عن البربنديكولر لاتجاه انتقال الحرارة، صح؟ فلو الحرارة ماشية كده يبقى أنت بتكلمني على الريزيستنسز دي اللي هي بتاعت الكونفكشن جوه التيوبز، بتاعت الكوندكشن على التيوب نفسها وبتاعت الكونفكشن اللي بره، مش كده؟ واللي جاي الكلام قديم تقول لي اه انا عارف. سؤال بس سريع كده، رجع معاكم ان ده الهيت اكستشينجر زون وده الكوندنسيشن زون. الحراره الريزيستنس دي لا ولا حاجه، الريزيستنس دي ان بارلل ولا ان سيريز؟ لا استنوا بقى، لا معلش، الحراره اللي ماشيه كده او كده اللي ماشيه حوالين التيوبز هي دي حرارات ماشيه سيريز ولا انفيرال؟ قولي تاني معلش، لا انا بكلمهم عن هما مع بعض. بص عليكم. ها؟ انفيرال. بصوا يا جماعه الفلويد، خلي بالك الفلويد ده اللي ماشي ده عليه ريزيستنسز ان سيريز، يعني هو خلص مقاومه وبعدين دخل على مقاومه تاني، ولا في نفس الوقت عنده مقاومتين مختلفتين؟ خلي بالك اصل انا هنا انت بتكلمني على اتش اوت العاديه بتاعتنا واحنا صغيرين دي، وهنا بتكلمني على اتش سي، يعني لو جيت تقول لي ان الريزيستنسز هنا واحد على يو كلين الاولاني الزون الاولاني في اريا كلين الزون الاولاني، ايه ده؟ هو احنا ينفع نستخدم كلين؟ استنوا بس عشان شكلي لخبطت. ها هو انا ينفع اقول ان سيجما ريزيستنسز هي واحد على يو في الاي؟ فطول عمرنا بنقولها يو ديزاين اي ديزاين، هل ينفع اقولها يو كلين اي كلين؟ قال لي براحتك، المهم ان زي ما هتقولي على يو هتقولي على الاي، يعني يا اما يو ديزاين اي ديزاين يا اما يو كلين بس اي كلين، فمفيش مشكله، المهم ان تكون عيله اليو مع عيله الاي، تمام؟ ف الريزيستنسز هنا واحد على يو كلين الزون الاولاني اي كلين الزون الاولاني، وهنا بتاعت الكوندنسيشن دي واحد على يو كلين الزون الثاني في اي كلين الزون الثاني، تمام؟
وركز معايا بقى هنا الريزيستنسز دول بارلل ولا سيريز؟ يعني هو في نفس الوقت الفلويد يبقى ماشي في اثنين ريزيستنسز مختلفه ولا بيخلص الريزيستنس وبعدين يدخل الريزيستنس اللي بعدها؟ ماشي في مع الاثنين في نفس الوقت هما بارلل ريزيستنس. فكرت بحاجه، فاكره الترم الاولاني لما كان عندي بلين وول وكان ده معمول من متر وده من متر تاني وكانت الحراره ماشيه كده، مش كنا بنقول على الريزيستنس بارلل؟ في حين ان انا لو كان عندي كده كنت بقول عليها ان سيريز. انا نفس وضع ده بالظبط بس انا نايماه، فهما ايه بارلل. بصي ما النقطه دي عندك غير النقطه دي سميناها ايه بارلل، هو بالظبط الحراره ماشيه كده بس ده ليها اتش وده ليها اتش تاني، سو ريزيستنسز مالها؟ امبارلل. معلش انا عايزه افتكر هي امبارلل ريزيستنسز كنت بجيب الار ايكوفالنت ازاي؟ حلو قوي. يعني بما انهم امبارلل ريزيستنسز يبقى الواحد على ار توتال او واحد على ار ايكوفالنت بتساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اثنين. في اي اعتراض؟ طب ينفع كده ولا ايه؟ ما هي الار توتال دي مين؟ دي واحد على يو كلين توتال ايه كلين توتال صح؟ فواحد على واحد على مقام المقام انا بوسط مش كده؟ تمام؟ فاصبح اليو كلين توتال ايه كلين توتال بتساوي يو كلين الزون الاولاني في ايه كلين الزون الاولاني زائد يو كلين الزون الثاني في ايه كلين الزون الثاني. وانا دي اول مره اشوف القانون ده صح؟ يبقى دي حته لو عندي تو زونز لا انا عندي يو كلين مختلف بقى. بس انا زمان كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان واحد على يو كلين بتساوي واحد على اتش اي او بلس واحد على اتش سي. ده اللي احنا حليناه المره اللي فاتت صح؟ وقلنا احنا نحل لوحدنا اللي بتاعت حلينا هوريزونتال باين قلنا احنا نحل لوحدنا فيرتيكال صح؟ طيب فكنت شغاله كوندنسد بس فكان واحد على كيو بتاعت الاكستشينجر كله هي واحد على اتش اي او بلس واحد على اتش اوت صح؟ المره دي يعني لا سوري انت عندك اثنين يبقى محتاجه تجيبي يو كلين توتال بقى للاكستشينجر بتاعك كله. فعشان اجيبها اجيبها ازاي؟ فتبقى يو كلين توتال ايه كلين توتال بتساوي يو كلين الزون الاولاني ايه كلين الزون الاولاني زائد يو كلين الزون الثاني في ايه كلين الزون الثاني تمام؟ فقال لي ثانيه كده بس هو الكيو عباره عن ايه؟ اللي انا عارفاه طول عمري ان الكيو عباره عن يو في الاي في الدلتا تي مين مش كده؟ قال لي خلاص تقصدي ان اليو في الاي ده هي عباره عن كيو على دلتا تي؟ اه الراجل الحقيقه ما تكدبش. طب حد هيزعل؟ خليني بس الاول قاعده شغلها شويه عشان نبقى احنا ايه؟ عارفين ان ده اليو كلين توتال اللي هنشتغل بيه بعد كده خلاص؟ خليني بس ارجع تاني لحته الكيو دي. حد هيزعل لو انا شلت كلمه يو كلين ايه كلين حطيت مكانها كيو على دلتا تي مين؟ الجبرا دي خلاص؟ يبقى كيو على دلتا تي مين توتال بتساوي كيو واحد على دلتا تي مين الزون الاولاني زائد كيو اثنين على دلتا تي مين الزون الثاني. اعمل حاجه واقول لي عندكم مشكله فيها ولا لا؟ سوري ها تمام؟ فيها مشاكل؟ انا خدت الدلتا تي مين توتال هنا كده الناحيه دي ورحت اخده دول كلهم هنا خدت ده هنا وده هنا هي مشكله؟ يبقى دول القانونين الوحيدين بصراحه اللي جم عندي دلوقتي. فتعالوا نبتدي نحل مساله 12 3 في 12 4 و 12 5 عندنا الفيديوهات بتاعتها كنت حلاهم على ورق كده زي ما قلنا الاكزامبلز دي كلها موجوده في كيرل بارقامها خلاص؟ طيب فتعالوا نكتب الاول المسألة مش سامعة والله لا لا هو انا عندي فاولنج اصلا انا قلت لك على حاجة هو انا عشان احسب اذا هو سوتبل ولا لا كنت بعمل ايه؟ بجيب الفاولنج فاكتور ازاي؟ اي واحد على يو ديزاين ماينس واحد على يو كلين تحسب اليو كلين ازاي؟ زي ما قلنا انا محتاجه طريقه احسب بيها اليو كلين اصل قبل كده انا كنت بحسبها بسهوله لانها واحد كانت واحد على اتش اي او بلس واحد على اتش سي المره دي بقى عندي مشكله ان عندي تو زوز فانا عايزه طريقه احسب بيها اليو كلين خلاص طيب فخلونا نكتب الايكويجن وهو نكتب قصدي المساله
اكزامبل 12 3 في بيج 285 كيرل 285 كيرل. خلاص بيقول لي ايه بقى؟ بليز لو سمحت انا مش عايزاك تعمل اي حاجه غير ان انت تقرا السؤال من كير، مش عشان اي حاجه، عشان احنا ساعات لما بنجيب السؤال في الامتحان بيبقى عندنا مشكله ان احنا نطلع الجيفنز منه. خلاص فانا عايزاك تقرا السؤال عشان تفهم هيئته، لان انا هجيبه في الامتحان زي ما هو مكتوب كده في كير. خلاص فنبقى عارفين بس هو لما يديني المعلومه دي هو يقصد بيها مين، ماشي؟ لان ساعات بيقابلنا مشكله ان احنا مش عارفين نطلع الجيفنز بالسؤال، يعني كل حاجه باينه بس هو مش عارف يطلعها. خلاص طيب، هو الحقيقه انا كان عندي نورمال بيوتين. النورمال بيوتين ده كان معاه تريسز هو كان ايزو بيوتين معاه تريسز اوف نورمال بيوتين. خلاص خلي بالك، ركز معايا من فضلك. انا كان عندي 2 7 9 8 5 باوند بير اور اوف ايزو بيوتين ومعاه تريسز من نورمال بيوتين. هو كان داخل عند درجة حرارة 200 فهرنهايت، كويس؟ ابتدى يحصل له كوندنسيشن عند 130 فهرنهايت، وخلص كوندنسيشن عند كام؟ لا اصل التريسز دي خلت الكوندنسيشن ما يحصلش عند كونستنت تمبرتشر، فللاسف هو خلص كوندنسيشن عند 125 فهرنهايت. اخد بالك كوندنسيشن ايه ما حصلش عند كونستنت تمبرتشر؟ خلاص. طب يبقى انا ينفع في الامتحان ان انا اجيب لك تو زونز واقول لك ان هو بيور كومبوننت ابتدى كان داخل سخن عند درجه حراره 240 وابتدى كوندنسيشن عند 130 واسكت؟ لا، لو بيور كومبوننت هسكت، مش هقول لك هو خلص فين، لان طبيعي ان هو بيور كومبوننت يبقى خلص عند نفس درجه الحراره. اللي خلى يحصل هنا ان الكوندنسيشن ابتدى 130 وخلص 125 هما التريسز بتوع النورمال بيوتين دول. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين؟ طيب الحقيقه انا كان عندي في التيوبز ماشي ميه عند 65، الميه كانت داخله التيوبز عند 65 فهرنهايت وكانت خارجة عند 100. خلاص مواصفات الاكستشينجر بتاعي، هو الاول حاجة بس اداني الار داش دي الاوبل، قال لي الاوبل فاولين فاكتور 0.003 او فهرنهايت لكل بي تي يو. الانسايد دايمتر بتاع الشال كان 23.25 واحد اثنين هيت اكستشينجر 4 تيوب باسز. ازاي يا عم انت لسه حالا قايل لي 1 2 هيت اكستشينجر؟ خلاص بقى، انا كلمه 1 2 دي بتحمل جواها معنى واحد من الهرمون. النمبر اوف تيوبس 3 5 2 وعندي التيوبز بتوعي 3/4 inch outside diameter 16 BWG، فعشان نختصر هو دي انسايد هتطلع 0.62 inch. خلاص قال لي ان التيوبز بتاعتي مرصوصه على 1 inch triangular pitch، البافلز ار 12 inches apart، البريشر اللي هو داخل بيه 85 psi بس جيج. خلاص طيب انا ما توقعش منه انه هيديني حاجه اكتر من كده، وقال لي بقى يلا روحي عيشي حياتك. اول حاجه بعملها ايه؟ قول لي تاني. الان باربعة لماح لماح انت ما شاء الله، ماشي يلا. ها ما عنديش غيره، هو القانون الوحيد اللي حلت ان الكيو بالظبط كده الهيت بالانس، ان الكيو بتساوي ايه؟ دبليو سي بي دلتا تي بتساوي، انا دول بتوع الميه ها، بيساوي ايه؟ انت هتكلمني على انهي زون؟ طب والاولانيه هنطنشها؟ ولا
ولا ايه؟ لا استنوا بقى، استنوا احسن، انا كده هلخبط. هتقولوا لي اكتب ايه؟ خليني اقول ان دي عباره عن Q1 بلس Q2 اللي انا ما اعرفهاش، يعني دي Q توتال مش كده؟ الحراره هي عباره عن ايه؟ اللي ميه خدته WC في دلتا T الصغيره دي، دي اللي الميه خدته، الميه خدت حراره، هي مش فارقه معاها اخدام مين، انا خدت حراره وخلاص، خلاص؟ فدي بتساوي ايه؟ بتساوي الحراره اللي هي خدتها نتيجه ان حصل هيت اكسشينج عادي جدا، والحراره اللي خدتها نتيجه ان حصل كوندنسيشن، صح؟ الكلام ده بيساوي ايه؟ لا بيساوي ايه الكلام ده؟ دبليو سي بي دلتا تي بتساوي دبليو سي بي دلتا تي بتساوي يو في الايه في الدلتا تي مين؟ يو ديزاين اريا اوت. معلش هو انهي دلتا تي مين بقى في التو زونز اللي عندي دول؟ توتال. خلاص؟ طب ثانيه بقى عشان احنا شكلنا ايه؟ في كذا حاجه كده ابتدت تظهر فانا محتاجه اعملهم واحده واحده. معلش ركز معايا كده. مبدئيا انا حته دبليو سي في دلتا تي مش هعرف اجيبها عشان ما عنديش كميه الميه، فهاجل الحته دي شويه. تيجوا نتكلم يا جماعه على كيو زون الاولاني واحده واحده عشان ما نلخبطش. كيو زون الاولاني ده بيحصل ايه في الزون الاولاني ده؟ هيت اكسشينجر، يعني الكيو بتاعتها عباره عن دبليو سي في دلتا تي، صح؟ دبليو سي في دلتا تي. دبليو عندك 2 7 9 8 5. طب معلش ثانية واحدة يا فندم. دلتا تي عادية، دلتا تي عادية، سوري استني بس عشان أنا عندي إيه السي بي دي؟ سي بي ده ليكويد ولا فيبر؟ ولا ليكويد؟ ها؟ ها؟ أنا داخل عندي فيبر سخنة قوي عايزة أخليه فيبر على وشك التكسر. يبقى أنا الفلويد اللي ماشيلي هنا كده ده فيبر، يبقى هروح أجيب، ركز لو سمحت، السي بي فيبر، وخلي بالك لأن إحنا كل الشارتس بتاعتنا كنا بنجيبها ليكويد، ها؟ فما تلخبطش بقى، بلاش الحاجات دي اللي توقعني، خلاص؟ معلش هبقى لي درجة حرارة بقى انهي بقى البلك ده؟ اللي هي 200 زائد 130 على 2، انا الجزء ده يا جماعه خليني بس احط ال 130 هنا عشان او لا صح. انا الجزء ده ما هو الا هيت اكسشينجر عادي جدا. خلاص؟ يبقى سي بي بقى عندك مشكله؟ معلش فكريني اسمك. ما يا عندك مشكله في حاجه؟ حد عنده مشكله؟ قولي. ها؟ اهي انا ابتديت عند 200 وهبتدي اتكثف عند 130، فانا كلامي لحد قبل ما تتكثف. يبقى التي بالك اللي هي 200 زائد 130 على 2. ممكن بقى الحاجات الصغيره دي ما توقعنيش لان انا ده بسم الله الرحمن الرحيم انا لسه في اول السؤال. ماشي؟ فدبليو السي بي فيبر بتاعتي هتطلع 0.44. من فضلك من فضلك لما تيجي تحل المسائل دي ادخل هاتها من الشارتس وتاكد ان احنا مطلعين نفس الاجابات مع بعض لو سمحت. ما حدش يقول اصل في الامتحان الحاجات دي بتيجي جيفن، لا، لان وارد جدا ان حاجه منهم ما تجيليش جيفن، خلاص؟ ووارد قوي ان انا اجيب السي بي بتاعت الفيبر والليكويد التو شارتس معاك واقول لك عيش حياتك شوف انت هتطلع منين. ماشي؟ خلينا عارفين الحاجات دي. في فرق درجات الحراره اللي هي مين بقى؟ 100 ماينس 130 يبقى كيو الزون الاولاني ب 8 6 110 6 8 6 110 6.4 بي تي يو بير اور. كيو الزون الثاني ده حصل ايه عندي؟ كوندنسيشن، بس الحقيقه للاسف اصل الكوندنسيشن معلش ما حصلش عند كونستنت تمبريتشر، فانا مش عارفه اروح اجيب اللمدة دي عند انهي تمبريتشر. فقال لي كمان انت البريشر بتاعك هاي بريشر، خلاص؟ فهنروح نجيبه منين بقى؟ قال لي هنروح نجيبه من فيجر تاني بس مش هعرف اجيب ليتنت هيت على طول. تيجوا نجيب الانثالبي بتاعه الساتيوريتد فيبر ماينس الانثالبي بتاعه الساتيوريتد ليكويد. ايه ده هو ده ليتنت هيت؟ اه.
الانتربي بتاعت الساتوريتد فيبر لو شلت منها الانتربي بتاعت الساتوريتد ليكويد مين دي؟ ده الليتنت هيت. طيب حلو قوي، اجيب الانتربيز ده ازاي؟ اللي بص معايا كده على فيجر 9 بيج 812 في كيرل. ثانيه واحده كده، ايه ده بقى؟ قال لي انا بجيب الانثالبيز اوف بيور هيدروكاربون. زي انثالبيز اوف بيور هيدروكاربون كويس. وانا عندي مين يا جماعه؟ انا عندي ايزوبيوتين، بس انا ما عنديش هنا غير اللي هو الحاجات النورمال بس، فانا هشتغل على انها نورمال. تمام صح. كومبوننت بتاعي مين؟ هنا انا شايفه ان في نورمال بيوتين، واجي ابص هنا الاقي ان انا شايفه نورمال بيوتين. ايه الفرق بينهم وبين بعض؟ بالظبط كده، واحد للبيبر واحد للبيبر. طب خلونا كده ماشيين مع بعض خطوة خطوة. هو أنا ساتوريتد بيبر إمتى؟ عند 130. ساتوريتد ليكويد إمتى؟ عند 125. حلو قوي، ركز معايا بقى عينك. أنا لو واقفة كده الكاميرا دي دي هتبان. طيب بص معايا هنا كده، شايفين اللي على الشمال ده إيه؟ ده البريشر بالبي اس اي ابسوليوت. والراجل كاتبه لك، قال لك أهو بص أنا ابسوليوت أهو. انت البريشر بتاعك مديهولك ايه؟ جيت اخليه ازاي ابسوليوت بالبي اس اي؟ ازود عليه 14.7. حلو قوي. طيب انت عندك، انت بتبقى بيبر امتى معلش؟ عند كام؟ 130. فرحت جاي عند ال 130 وعامله علامه كده. هو انت قلت لي البريشر بتاعك كام معلش بالابسوليوت؟ 85 زائد 14.7 بكام يعني؟ 100 اهو. يبقى ادي البريشر بتاعك، ادي التمبريتشر بتاعتك، هتوصلهم ببعض. تمام؟ فين بقى النورمال بيوتين حضرتك؟ اهو. يبقى تقرا من هنا. تاني؟ نقولها تاني؟ انا خليني الاول اجيب الانتربي بتاعت الساتوريتد فيبر. قلت هو ساتوريتد فيبر عند 130، البريشر بتاعي كان اولموست 100، فرحت جايه عند ال 100 هي وعامله دايره، وعند 130 رحت عامله الدايره او نقطه طبعا يعني. لما اوصلهم ببعض اشوف فين بقى الكومبوننت اللي انا شغاله عنده. انا شغاله عند النورمال بيوتين، عندي كذا قرايه، هقرا فين؟ هقرا النقطه اللي حصل فيها انترسكشن. سو ذيس از اتش بتاعه الساتوريتد فيبر. طب تمام، بتاعه الساتوريتد ليكويد، هو انت امتى ساتوريتد ليكويد؟ اخد بالك ان اللي على اليمين ده بتاع التمبريتشر بيزيد لتحت؟ ها؟ ركز معايا. يعني 125 فوق النقطه ولا تحت النقطه؟ فوق النقطة اللي أنا كنت حطاها، صح ولا إيه؟ حبايبي. قال لي طب ريح نفسك بقى، لأن الليكويد ما عندوش غير حاجة اسمها ليكويد فوكال بوينت واحدة اللي أنا عملتها عليها بالأحمر، شايفينها؟ بصوا أهي. ليكويد فوكال بوينت. قال لي وصليها بدرجة الحرارة ال 125 بتاعتي. هقرا منين بقى؟ هقرا من اللي واقفين، وهو الراجل كاتب لي عليهم إن دول انثالبيز اوف بيور ليكويدز. خلاص؟ فين النورمال بيوتين بتاعي؟ اهو. روح اقرا بقى من عليه الانثالبي بتاعك الساتوريتد. وانا ما عنديش شرط للايزو. بس انا في الحقيقه البروبرتيز بتاعتهم بتبقى قريبه قوي من بعض. يعني السي بي ات هتلاقيها قريبه قوي من بعض، الحاجات دي كلها قريبه من بعض. لا 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 مش حاجه. وزي ما قلنا قبل كده انت في الحياه بقى، انا عندي كذا طريقه ثانيه ان انا اجيبها منها، انا عندي سوفت وير مثلا بتطلعها لي، فاهم اقصد ايه؟ طيب يبقى الماس فلوريت بتاعه اللي هو 2 7 9 8 5 الانثربي بتاع الساتوريتد فيبر طلع 310
الانترج بتاع الساتوريتد ليكويد طلع 170، هتطلع فيوز زون الثاني ب 3/9 14/120. في حد ملاحظ حاجه؟ ركز معايا بعد اذنك. الحراره اللي فقدتها عشان تبرد بس من سوبر هيتد فيبر لساتوريتد فيبر تقريبا كام؟ تقريبا 861,000 بي تي يو بير اور. طب الحراره اللي طلعت منك عشان تتكثف كام؟ 3 مليون. اخدين بالكم ان الكيو اللي بتفقدها عشان تتكثف اعلى كتير قوي من الكيو اللي بتفقدها عشان تبرد؟ دي حته حلوه، دي تفرق معايا في ايه بقى؟ وانا بحل كده بس اتاكد اهي دي طلعت فعلا كبيره قوي بالنسبه لها، اه يبقى انا تمام، عشان الاثنين لو طلعوا زي بعض في الغالب انا عندي غلطه. خلاص؟ طب حلو قوي، ارجع معايا بقى اصلا للسؤال يا عيني اللي احنا ابتديناه ده ولسه ما وصلناش لحاجه. انا جبت كيو الزون الاولاني وكيو الزون الثاني، تمام؟ يبقى انا جبت كيو توتال. حلو قوي، يبقى انا كيو توتال بتاعتي طلعت 4.7 5.2 6.4 بي تي يو بير اور. طيب شكرا، اعمل ايه بعد كده؟ اجيب حاجه الميه. تقول لي مش هي دي هي بتاعت الميه اللي هي دبليو الميه سي بي الميه بكام؟ واحد. سي بي الميه بواحد في البريتش سيستم، صح؟ عشان خاطري احنا مش بنديها في الامتحان، دي ما توقفنيش. السي بي على طول بواحد بتاعت الميه. فرق درجات حراره الميه 100 - 60، كويس؟ هيبقى الماس فلو ريت بتاع الميه 13.6435 13.6435 باوند بير او افندم 65 مش 60؟ اه سوري. ماشي؟ بس الرقم ده صح. اتفقنا؟ طيب حلو قوي. يبقى ده كده كله تمام. هو انا اصلا عايز اشوف هو سوتبل ولا لا، انتوا معايا ان انا بعمل كل ده عشان اجيب اليو ديزاين وبعدين بروح اجيب اليو كلين واقارن بين الار داش تي وكده؟ طيب. في حد يعرف يجيب لي حاجه؟ ها؟ حلوه دي الاريا اوت، لطيفه وما فيهاش اي ابداع، مش كده؟ اريا اوت عباره عن ايه؟ باي دي اوت اللي عددهم، والله انت 2 زونز انت 10 زونز انا كل ده ما يهمنيش، الاريا اللي حصل عليها انتقال لدرجه يعني اللي حصل عليها انتقال حراره هي باي معايا دي اوت عندي اللينك عندي، هو طب اديني اللينك انا مش كاتباه غالبا اللينك 16 فوت مش عارفه انا كتبته ولا لا، ما علينا يعني. المهم ان هو معايا النمبر اوف تيوبز معايا 352. حد عنده اي مشكله في الاريا اوت؟ الاريا العموديه على اتجاه انتقال الحراره، الاريا اوت هتطلع 1105.8 1105.8 فوت سكوير. فانا كده تمام. يلا ها، حد يعرف يجيب لي الدلتا تي مين توتال؟ خلاص بقى، ما انا معايا كيوهات كل زون ومعايا كيو توتال. معيش دلتا تي مين الزون الاولاني ولا دلتا تي مين الزون الثاني. ها اجيبها عادي صح؟ طيب ماشي، تعالي بقى كده. عشان انا شغاله زون واحد وزون اثنين، معلش، فانا في زون واحد ده عندي، انا خايفه بس الخبط فخليكم ماشيين معايا، عندي الفلويد اللي ماشي في الشل من كام لكام؟ صح؟ الزون الاولاني اهو، ادي ده الزون الاولاني وده الزون الثاني، من 200 ل 200. طيب والزون الثاني؟ حلو قوي، الميه طبعا ماشيه بالعكس، ها مش كده؟ من اللي كام؟
ما اعرفش صح؟ تاخدين بالكم ان انا ما اعرفش درجه الحراره دي ولا اعرف هي الزون الثاني دخلته كام، بس اعرف انها خرجت فيا. الميه كانت داخله 65 وخارجه 100، هي هنا كام؟ لا ما اعرفش. احسبها منين بقى؟ الاثنين ولا واحده كفايه؟ واحده كفايه. انا ممكن جدا اقول طب بقول لك ايه، ما كيو الزون الاولاني دي هي عباره عن دبليو سي في الميه، هي وصلت ل 100 من كام؟ خلاص؟ يبقى هقول ان كيو الزون الاولاني دي اللي هي 8-6-11-06 عباره عن الدبليو بتاعت الميه اللي هي خلاص عندي في سي في الميه اللي هي 1 في 100 ماينس تي ووتر، او ان انا اقول كيو الزون الثاني اللي هي كام؟ 3-9-14-120 بتساوي دبليو في السي بي. الزون الثاني ده ايه اللي حصل فيه؟ من تي واتر ماينس 65. طبيعي ان الاثنين هيطلعوا نفس درجه الحراره، ولو في الامتحان ما طلعوش يبقى انت غالبا لخبطت عكست اشارات. خلاص بليز في الامتحان هاتها وتاكد لو سمحت، بلاش من خطوه واحده. بما ان عندي حاجه ممكن اصلح لنفسي قبل ما امشي اعملها لنفسي، صح؟ هتطلع التي واتر 93.6. طيب هي الدلتا تي مين؟ الزون الاولاني عباره عن اف اوف تي في اللوغاريتم مين تمبرتشر ديفرنس، نفس الكلام دلتا تي مين. مش عارفه اكتبها. حد شايف اللي بنمسح بيها؟ دلتا تي مين الزون الثاني هي اف اوف تي في لوغاريتمك مين تمبرتشر ديفرنس. فمن باب التسهيل بيقول لي بصي هو مش الزون الثاني ده انت بيحصل عندك كوندنسيشن؟ اقول له اه. قال لي خلاص اعتبري الاف اوف تي بواحد. اقول له بس ده ما حصلش عند كونستنت تمبرتشر. يقول لي مش مشكله. من باب التسهيل هنقول طالما كوندنسيشن وخلاص هنعتبر الاف اوف تي بواحد. خلاص مش غلط يعني، هو كيرن عامل كده مش احنا اللي بنستهبل. طيب انا عايزه حد عنده مشكله في الال ام تي دي 36.4. هنا دي 100 دي 36.4 ودي 60. الال ام تي دي فيها مشكله 100 ناقص الرقم ده على لين ده على ده، محتاجه اجيب الاف اوف تي هنا. الاف اوف تي فانكشن في مين؟ الار والاس. الار هي الفول على الرايز، الرايز حصل كام درجه بقى؟ 6.4 ولا ايه؟ صح؟ ودي الرايز على الماكسيمم رايز كام؟ 106.4 ولا ايه؟ هيطلع الاف اوف تي 0.975. هيطلع من هنا الاف اوف تي 0.975. لوغاريتمك مين تمبرتشر ديفرنس هنعرف نجيبهم؟ حد عنده مشكله فيهم؟ ها؟ حبايب دلتا تي مين الزون الاولاني 61.35، دلتا تي مين الزون الثاني 47.22. ارجوك ارجوك وانت بتذاكر بلاش تاخد الاجابات دي اه اصلها بتطلع كذا اصلها بتطلع كذا، من فضلك حل بايدك في البيت. خلاص؟ طيب اعمل ايه بعد كده؟ نعم فكرني باسمك. يوسف؟ احمد يوسف؟ احمد جمال. ايوه صح. انت البروفايل بيكتشر عامل كده؟ قول لي تاني. قول لي طيب. طبعا انا طيبة عشان بنصور عارف، غير كده كنت قلت لك ماليش دعوة. قول لي دي؟ طب ركز معايا كده عشان هقولها بسرعه. بص يا انا عندي فلويد ماشي هنا والفلويد التاني ماشي هنا. الفلويد اللي ماشي في الشال ده جزء فيه كوندنسيشن وجزء فيه اكستشينج، صح كده؟ تمام. طيب الريزيستنسز دول ايه؟ بارلل ولا سيريز؟ لقيت لا، ان الفلويد وهو ماشي في نفس الوقت بيحصل عليه ريزيستنسز مختلفه.
فاصبح دول differences resistances الاثنين parallel. ده الريزيستنس بتاعته اسمها ايه؟ واحد على يو كلين الزون الثاني في ايه كلين الزون الثاني، وده الريزيستنس بتاعته اسمها ايه؟ واحد على يو كلين الزون الاولاني في ايه كلين الزون الثاني. خلاص؟ طيب الريزيستنس ايكوفالنت لو انا عندي parallel resistance بجيبها ازاي؟ مش بقول واحد على ار بيساوي واحد على ار زائد واحد على ار؟ تمام؟ فواحد على واحد على كذا هيتلاقيه طلع فوق، فلقيت ان انا عندي واحد على، يعني انا عايز اتكلم على الار توتال. عايز اقول واحد على ار ايكوفالنت او واحد على ار توتال يعني بيساوي واحد على ار الزون الاولاني زائد واحد على ار الزون الثاني. خلاص؟ واحد بقى على الار ايكوفالنت، اصلا الار ايكوفالنت بكام؟ بواحد على يو كلين توتال ايه كلين توتال. فبقت واحد على واحد على راح طالعة فوق، تمام؟ ونفس الكلام واحد على ار الزون الاولاني، ار الزون الاولاني اصلا هي واحد على يو كلين 1 ايه كلين 1، فواحد على دول فراحت مقلوبين، فاهم؟ فعشان كده هم اتقلبوا. اصلا الكيو عباره عن ايه؟ كيو عباره عن دبليو سي بي في دلتا تي، يبقى انا ممكن اشيل كلمه دبليو سي سوري كيو عباره عن يو في الايه في الدلتا تي، هو ده اللي انا عايزاه. يو في الايه في الدلتا تي، فانا ممكن اشيل اليو في الايه دي واحط مكانها كيو على دلتا تي. فهمت؟ هي جت من هنا. ماشي؟ طيب. خلينا بقى نرجع للي احنا كنا بنقوله. حد جاب الدلتا تي من توتال؟ ها؟ ركزوا معايا، حد جاب الدلتا تي من توتال؟ هو انتوا ليه بتركزوا مع اللي داخلين؟ ركزوا معايا. حد جاب الدلتا تي من توتال او اجيبها ازاي؟ خلاص بقى، ما انا بقى عندي كل حاجه صح؟ عندي الكيو توتال جبتها ولا ما جبتهاش؟ جبتها صح؟ عندي كيو كل زون، عندي دلتا تي من كل زون، تمام؟ اعرف اجيب الدلتا تي من توتال. خلاص؟ يبقى من هنا هطلع الدلتا تي من توتال هتطلع بكام بقى؟ 49.26. يبقى انا دي طلعتها هي كمان، وقست مين بقى من كل الحسابات دي؟ يو ديزاين. نروح نجيبها كده هتطلع اليو ديزاين 87.65، هتطلع اليو ديزاين ب 87.65 طبعا بي تي يو بير اور فوت سكوير فهرنهايت. تمام؟ طيب هعمل ايه بعد كده حبايبي؟ اقسم بقى الورقه بتاعتي نصين كده، تيوب سايد وشيل سايد. تيوب سايد هجيبه ازاي؟ قال لي دي ميه، فالميه دي لطيفه قوي، يا بتيجي من الايكويجن على طول يا بتيجي من فيجر 25، فالاتش اي او مش عايزين نضيع فيها وقت، ماشي؟ عشان نلحق نخلص التو زونز معانا. فالاتش اي او في الاخر هي هتطلع لو طلعناها من فيجر 25 هتطلع 6.61، لو طلعناها من الايكويجن هتطلع 6.76. ماشي؟ طيب تعالوا بقى نبتدي نشتغل في، انا مش عايزه اضيع وقت، هي معاكم اوريدي في الورق وسهله دي. خلاص تعالوا بقى نبتدي في الشل عشان خايفه بس ايه الوقت ما ياخدناش. ها ابتدي مين بقى في الشل؟ الزون الاولاني. انا لو حاجه اتكلم على الشل، لا معلش ثانيه كده بقى، تعالى على الزون الاولاني واكتب لنفسي ان ده بتاع الهيت اكسشينجر، علشان انا لو جيت اشتغل بعد كده في كوندنسر سب كولر هيبقى الزون الاولاني بالنسبه لي مين؟ هو الكوندنسر. فانا امن نفسي عشان ما الخبطش، انا الزون الاولاني ده هيت اكسشينجر. طيب بعمل ايه انا في الهيت اكسشينجر؟ عادي بقى زي الترم الاولاني بالظبط وزي مسائل الديزاين. اول حاجه بعملها بجيب البالك تمبرتشر، يبقى هقول كده اول حاجه هروح اجيب التي بالك، بلاش كلام، 130 بلس 200 على 2 هيطلع 165 فهرنهايت. تاني حاجه بجيب الفيزيكال بروبرتيز، الحقيقه انا السي بي كنت جبتها من شويه كانت 0.44، ماشي؟ ناقصني اجيب الفيسكوسيتي
والكي والاس. وانا هجيبها ايه؟ فيبر. فيبر اول مره في حياتي اجيب في هيت اكستشينجر فيبر. معايا؟ معايا؟ يبقى اكتب لنفسي برضو ان ده فيبر. خلي بالك انا التشارتس اللي عيني اخدة عليها بتاعت الليكويد. خلاص؟ طيب المهم الكي هتطلع 0.0123. كله بقى بريتش سيستم مش هكتب اليونتس. ها؟ الفيسكوزيتي 0.01. ما تنساش تضرب في 2.42 عشان تحولها للبريتش. سي بي برضو بالبريتش. تالت حاجة كنت بجيب كروس سكشنال اريا بتاعت الشل، هي عبارة عن الانسايد دايمتر بتاع الشل في البافل سبيسنج في الكليرنس على البيتش. الانسايد دايمتر بتاعي كام؟ 23.25. بافل سبيسنج كام؟ واحد يعني؟ صح؟ 12 على 12. كليرنس بتاعي كام؟ بيتش ماينس دي اوت، ادي البيتش اوت وادي الدي اوت اهو، 1 ناقص 3/4 يعني ربع على ها؟ لا ليه على 12؟ ما انا كليرنس والبيتش الاثنين بالانشز فمش فارق معايا، صح؟ البيتش بتاعي على 1. كويس؟ هيطلع الكروس سكشنال اريا بتاعت الشال 0.484 فوت سكوير. ها؟ جي ماس فلو ريت اللي هو 2.7985 على الكروس سكشنال اريا بتاعت الشل 5.7/19. انا ماشي في الحته دي بسرعه عشان ما فيهاش جديد، صح؟ باوند بير اور فوت سكوير. اعمل ايه؟ رينولد؟ لا قبل رينولد محتاجه حاجه. دي ايكوفالنت، صح؟ دي ايكوفالنت بتاعت ده كان تريانجلر بيتش، يبقى 4 روت 3 على 4 بيتش سكوير ماينس باي على 8 دي اوت سكوير على ها نص باي دي اوت. خلاص؟ زي ما اتفقنا مع بعض، بليز احفظ الايكوفالنت دايمتر. انا عارفه انك هتعرف تطلع استنتاجه، بس انا في الامتحان يعني مش ما عنديش رفاهيه وقت قوي ان انا اقعد استنتج وساين 60 وبتاع، ماشي؟ فطلع على طول الدي ايكوفالنت 0.06 فوت. رينولد جي دي ايكوفالنت على ميو. خلاص كله عندي، هيطلع الرينولد 14.3/14.8. خلاص من الرينولد بطلع مين؟ اف اوف تي، سوري الرينولد طلع جي اتش، قصدي سوري جي اتش هيطلع 230. ها برنت النمبر ميو في سي بي على كي، هي النتيجه طلعت؟ ماشي. ازعل انا قوي في الامتحان لما الاقي نفسي كاتبه البرنت اللي بالقانون بتاعها غلط، يعني وحشه قوي دي. ما دي القوانين اللي في جيبي يعني اللي انا داخله اجيب بيها درجات، صح؟ الاقي الناس برضو كاتبه رينولد اي رموز في اي بتاع، ها عيب قوي يعني. 0.865. مين بقى؟ مين؟ اتش اوت على طول بقى، خلاص كل حاجه معايا. جي اتش كي على دي ايكوفالنت برنت الباور تولت 5 ميو تو ذا باور بوينت 14 اللي باخدها دايما بواحد وعارف ان انا مش بستعبط لان هي ايه؟ بتطلع قريبه من واحد قوي. حلو كده؟ مين بقى؟ هو كان قال لي ده هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ هوريزونتال. جي داش ولا جي دبل داش؟ ممكن نراجع القوانين بتاعتها؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه في زون 2 ده؟ حد بقى كده يقول لي الخطوات عشان انا هكتب لنفسي ان زون 2 ده كوندنسر عشان بس ما لخبطش. حد كان يقول لي اول حاجه بعملها ايه؟ اصل انا بصراحه هنا جبت اتش اوت فتمام، بس انا المره دي عايزه اتش سي. قال لي عشان تجيبيها
اتش سي قانون بتاعك اتش سي فايوستولت بتساوي 1.5 لانا بقصناها ستولت. تمام، لقيت نفسي عشان اجيب الفاي او الريلت محتاجه الفيلم تمبرتشر. فقالي كده تمام، الفيلم تمبرتشر دي عباره عن الوول تمبرتشر ده تي ساتوريتد فيبر على 2. اصلا الوول تمبرتشر بتيجي ازاي؟ بتيجي از ا فانكشن اوف الاتش سي اللي انت اصلا عايز تجيبها، صح؟ هاسيوم وابتدي اعمل الترايلز. طب عايز افتكر معلش يا رينولد كنا بنجيبها ازاي؟ رينولد 4 جي دبل داش على ميو، استنى بقى اكتب كده احسن انا خايف انسى. هي رينولد 4 جي دبل داش على ميو، معلش ميو دي ليكويد ولا فيبر؟ ليكويد. يبقى انا كل البروبرتيز هنا ليكويد اتيفل. انا هكتب لنفسي في الامتحان، هكتب لنفسي عشان ما انساش. تمام، معلش بس احسن انا برضو خايفه الاخبط. انا عايزه الجي دبل داش كده بكام؟ ماس فلو ريت على لينث في نمبر اوف تيوبز باور 13. لا ثانيه بقى، ثانيه. ماس فلو ريت معايا اللي هو 2.7985 نمبر اوف تيوبز، قال لي 3.52 باور 13 اللينث ايه؟ انا ما اعرف. الراجل قال لي الاكستشينجر بتاعك كله 16 فوت، انا بتكلم على الزون الثاني. يبقى لما تيجي تكلمني عن لينث تكلمني عن لينث الزون الثاني اللي هو بكام بقى؟ فعلا ما اعرفش، حد فينا يعرف؟ حد فينا يعرف؟ يبقى ايوه قولوها قولوها ما تخافوش. اسيوم، ولما هاسيوم قولي تاني. هي اكيد اقل من 16. اه لا 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 ما شاء الله نبيه. خلاص، لا انا لما معنى كلمه ان انا اسيوم ان انا هعمل ايه؟ ان انا اي هاف اريد شكل اللي انا اسيومته ده صح ولا غلط، صح؟ ماشي. يبقى ثانيه واحده بقى كده عشان انت عايز لينك في الزون الثاني، فاي هاف ان انا اعمل اسامبشن وهكتب انا عامله الاسامبشن فين عشان ارجع تشيك عليه. سو يبقى تعالى لي بقى هنا معلش كده اسيوم ان لينث الزون بتاع الكوندنسيشن 60% من التوتال لينث. دايما ببتدي فرضه ان هو 60% من التوتال لينث. خلاص؟ طيب فهقول ان هو 60% في 16. الله اعلم، اي هاف ان انا ارجع اريد تشيك الكلام ده. اوكي؟ هيطلع الجي دبل داش 5.8.4 تمام. حد جاب الميو فيلم دي؟ ليه ما جبتهاش ليه؟ انا اصلا ما عنديش الفيلم تمبريتشر، فلقيت نفسي عشان اجيب الفيلم تمبريتشر محتاجه الوول تمبريتشر، وعشان اجيب الوول تمبريتشر ها محتاجة الـ HC أصلاً اللي أنا نفسي أجيبها. يبقى سيوم برضو ما رناش أي حاجة. ثواني بقى كده، عشان I'm going to assume الـ HC بكام؟ احنا قلنا لو هوريزونتال 200، لو فيرتيكال بفرض 100 أو 150. ماشي؟ واي اسامبشن في الدنيا بعمله ايه؟ لازم ارجع تشيك. ها؟ طيب طيب تمام، لما افرض ان الاتش سي ب 200 هعمل ايه بعد كده؟ هروح اجيب تي وول، صح؟ طب ثانيه واحده بس كده عشان ما انساش، اول خطوه هروح اجيب التي وول. تي وول هي عباره عن تي بالك زائد معرفش مين. هي التي بالك بتاعت مين؟ بتاعت الميه. ها؟ عشان خاطري بقى الحاجات دي ما توقعنيش، افتكر معايا الوول تمبريتشر دي كنا بنجيبها ازاي؟ ده ليه علاقه بالفلويد اللي ماشي جوه التيوبس. تي بالك بتاعت الميه اللي هي 82.5.
زائد اتش سي على اتش سي زائد اتش اي او اللي انا اوريدي طلعتها بقى من الحسابات خلاص في التي ساتوريتد فيبر ماينس تي بالك. طيب قال لي احنا ممكن ناخد هنا التي فيبر دي كافرج ما بين ال 130 وال 125. ها انا بدايه الكوندنسيشن ابتدى عند 130 خلص عند 125 يبقى ممكن اشتغل التي دي 127 ونص. ماشي. المهم هتطلع الوال تمبريتشر بتاعتي 92.9 وبعدين اجيب التي فيلم اللي هي تي وول اللي هي 20 كده بلس تي ساتوريتد فيبر او تي فيبر يعني اللي هي 127 ونص على 2 هتطلع التي فيلم ب 110.22 فهرنهايت. اروح اعمل ايه بعد كده؟ هجيب الفيسكوزيتي عند الفيلم فيبر ولا ليكويد؟ انا بتكثف ليكويد كوندنسر بشتغل ليكويد. هروح اجيب نيو فيلم كي فيلم اس فيلم النيو فيلم 0.15 في 2.42 الكي فيلم. طيب كي فيلم 0.075 كله بريتش. ها انا بس مش هكتب يونتس عشان ايه ننجز. ولاست 0.6 تمام. عايزاكم انتوا لوحدكم. ها عايزه النيو سوري عايزه الفاي وعايزه الرام. يلا حبايبي عايزه الفاي الرول قدامي. تي وول اساس القانون بتاعها ايه؟ افتكر معايا اصلا احنا طلعنا قانون التي وول ده منين؟ ان انا افترضت ان التي وول هنا هي التي وول هنا هنا ماشي تي فيبر هنا ماشيه التي بالك وخدت الفيديوهات من هنا لهنا التي بالك بتاعت الميه معايا ماشي؟ راجع حته التي وول دي جت منين؟ تمام؟ حد طلع الفاي؟ برافو 10 باور كام؟ بالظبط كده. الفاي يا جماعه 5.3 تايمز 10 باور نيجاتيف 10. فاكرين لما قلنا الفاي لو ما طلعتلكش صغيره قوي يبقى انت عملت ايه؟ نسيت تقسم على 3600 تربيع. ها رينولد طلع حد طلع رينولد؟ ها 6.43.7. ممكن حد يحسب لي ال HC؟ سيبها منين بقى؟ ما خلاص انا عندي الرول اهو HC فاي اس تلت بتساوي 1.5 رينولد اس ناقص تلت وكله عندي. عايز كام؟ 214. برافو. طب انت فرضها كام؟ لا مش حلو ابدا. ممكن احسب تي وول تانية؟ احسب التي وول التانية ازاي؟ بدل بقى الاتش سي بدل ما هي 200 حطها 214. اه انتوا معكوش الاتش اي او. طيب لما نيجي نحسبها هتطلع التي وول الجديدة ب 93.5 ولما احسب التي وول الجديدة
هتطلع التي فيلم الجديده اللي هي عباره عن تي وول بقى الجديده زائد التي فيبر على 2 هتطلع ب 110.5. اقول لك يعني انا كنت مطلعاها عند 110.2، تفتكر هتفرق لما اطلعها عند 110.5؟ اكيد لا. يبقى الاتش سي 214 صح؟ خلصت؟ اقول تاني؟ خلي بالك انا عامل اسامبشن وكل شغلي ده عليه. ها؟ يعني لو الاسامبشن ده طلع غلط باي باي بقى. ماشي؟ طيب معلش بقى عشان مش عارفه اصلا اتشيك على الاسامبشن ده ازاي. طيب خليك معايا كده واحده واحده. انا عندي اتش اي او صح، وعندي اتش اوت، وعندي اتش سي. حد هيزعل لو قلت ان واحد على يو كلين الزون الاولاني هي عباره عن واحد على اتش اي او بلس واحد على اتش اوت؟ عادي صح. وواحد على يو كلين الزون الثاني بتساوي واحد على اتش اي او بلس واحد على اتش سي. في اي مشكله؟ واحد على يو كلين الزون الاولاني هتطلع 0.023، ودي هتطلع 6.18 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. كل الكلام ده حلو قوي. ايوه انت عايز ايه يعني؟ انت عندك اسامبشن يو ديدنت تشيك صح؟ ازاي اقدر اتشيك يا جماعه؟ قال لي بص بقى، لو قدرنا نطلع ايه كلين الزون الثاني وايه كلين الزون الاولاني خلاص، وقارنا ايه كلين الزون الثاني ده بالايه كلين توتال وطلعوا 60%، يبقى انت تمام. ما هي الاريا دي ذيس از اريا وفي ترانسفير اللي هي باي دي ال في عددهم، فباي ودي وعددهم طاروا. يبقى لو الريشو بتاعت الاريات طلعت لي نفس الريشو بتاعت اللات اللي انت فرضها 60%، انت كده تمام. كويس؟ حد يعرف يطلع لي ايه كلين اصلا؟ قولي تاني؟ ايوه اعمل ايه يعني؟ ما انا ما عنديش ده انا عشان اطلع اليو سي توتال محتاجه اصلا الاريا كلين. افتكري معايا كده؟ انا عشان اطلع فين؟ بصي انا عشان اطلع اليو كلين توتال محتاجه اصلا يكون عندي ايه كلينات عشان اعرف اشتغل. قولي بقى يا ميار تاني كده. ف بالظبط. او انا ممكن اقولها ايه؟ بص بقى، طب ما كيو الزون الاولاني يا جماعه هي عباره عن يو كلين الزون الاولاني في ايه كلين الزون الاولاني دلتا تي مين الزون الاولاني صح؟ كيو الزون الاولاني معاك، ايه يو كلين الزون الاولاني معاك برضه، دلتا تي مين الاولاني معاك. من هنا تقدر تجيب مين؟ ايه كلين الزون الاولاني صح؟ مع العلم ان ايه كلين دي مش فاي دي اوت ال في عددهم، هي مش دي اوت، لان انت دي اوت دي محسوبه على اليو ديزاين. هي دي ما اعرفهاش يمين، بس بيني وبينكم مش فارقه معايا. هتطلع 3.2.8 فوت سكوير. طيب كيو الزون الثاني هي يو كلين الزون الثاني، ايه كلين الزون الثاني دلتا تي مين الزون الثاني، هيطلع ايه كلين الزون الثاني ب 512.26 فوت سكوير. ممكن بقى حد يقارن ايه كلين الزون الثاني بالتوتال؟ كالكوليترات بقى يلا. برافو عليك، هي طلعت 61%. 61% يبقى انت الاسامبشن بتاعك ده تمام. اصل خلي بالكوا احنا في اكزامبل هنحله هيطلع بعيد، بس مش النهارده يعني. عيد زي ما هيطلع لي، هو كان طالع مش عارف حاجه و40 باين، فهناخد اللي هيطلع لي ده نحطه هنا وارجع اشتغل تاني.
ماشي. طيب هو انت اصلا كنت هتجيب يو كريم الزون الثاني ازاي؟ كان لازم تجيب اتش سي. عشان تجيب الاتش سي كنت محتاج يكون عندك رينولد. عشان تجيب الرينولد كان محتاج يكون عندك جي دبل داش. تجيب الجي دبل داش كان محتاج يكون عندك لاب. ماشي؟ في مشكله؟ طيب سريعا كده البريشر دروب بتاع التيوب ماله؟ عادي بقى ده ترم اول ده مش هنعمله صح؟ لو جينا نتكلم على البريشر دروب بتاع الشل طيب انا همسح الحته دي اوكي؟ ها ال اتش سي دي بص يا لولو ال اتش سي دي معتمده على رينولد اللي انت اصلا عشان تجيبي الرينولد جبتي الجي دبل داش اللي انت اصلا معتمد على فرد غلط ماشي طيب معلش ثانيه انا نسيت احنا قبل ما نجيب بريشر دروب هعمل ايه هجيب يو كلين توتال علشان اقارن بينها وبين اليو دي زاي ماشي انها هي على البتاع كله بس مش سامع والله الاتش اي يو ده هي ترانسفير كوفيشنت انا ماشيه ميه داخله كنت داخله بارده وسخنت سخنت منين بقى اللي حواليا اللي بيسخنني ده انا مالي انا معرفش اللي بره ده بيحصل ايه على فكره يعني الميه داخله 65 طلعت 100 علشان في شويه دوها حراره فدي ترانسفير كوفيشنت ده حاجه كده عن درجات الحراره دي ترانسفير كوفيشنت كده تمام من باب اولى بقى انت تسال ايه؟ لما تقول لي هنا التي بالك اللي احنا اخدينها على الاكستشنجر كله وانا شغاله عند زون معين فاهم؟ هي دي اللي تقول لي طب ليه ما عملتيش تي بالك في الزون ده؟ ثم من باب التسهيل وكيرن بيعمل كده يعني مش احنا اللي بنستعق بياخدوها على انها دي كلها حاجه واحده. زي التمبرتشر دي كده 127 ونص ابتدى امتى؟ ابتدى 130 خلص امتى؟ 125 فانا باخد الافرج تمبرتشر في النص واشتغل. انا مش سامع لا ليه كل يونت لانس ليه؟ الاكسجين كله طبعا طب انا اقول لك حاجه هقول لك حاجه ما هو انا احنا اتفقنا ان انا هاخد الميه مش دريانه اللي بره فيه تو زونز يعني الميه ما تعرفش اللي بره فيه تو زونز انا واحده داخله درجه حراره 65 طول ما انا ماشي عمال اخد حرارات لحد ما وصلتني ال 100 بره فيه تو زونز زون واحد انا مالي فاهم زي فكره لما بنحط بافلز المايه جوه ده اللي فيه بافلز بره فاهم في حاجات كتير خلي بالك بياخدوها كده من باب الابروكسيميشن زي مثلا الايكوفالنت دايمتر في حاله البريشر دروب المفروض ان احنا عارفين انها 4 في كروس سكشنال اريا على الوات بيراميتر اللي بيحصل فيه فريكشن سو بياخدها ازاي بياخدها في السكوير بيتش والتراينجل بيتش انا باخدها زي العادي فاهم طيب خلينا نتكلم على البريشر دروب برضو لو جيت اقول لك زون 1 خلاص زون 1 ده لطيف قوي لان هو هيت اكستشينجر عادي طب عندك رينولد بتاعك عشان تجيب الاف داش يعني خلينا نكتب كده ان دلتا بي 1 عباره عن اف داش جي سكوير ال على 5.22 تايمز 10 تو ذا باور 10 دي ايكوفالنت اس عشان اجيب الاف داش ده هو انا عندي الرينولد اللي تخليني اجيب بيها الاف داش؟ هو انتوا ليه بتبصوا لي باستغراب؟ ما الحاجه على السبوره. حبايبي سلامة الشوف. عادي عندي. وانا عشان ليه بسالكم بتستنكروا؟ ما عندي عندي رينولد اللي هجيب بيه عادي. صح؟ ايه؟ لا بابا ده احنا كده مسقطين من بدري لا لولو احنا كده كده دي كوفلنت دي ما بتفرقش صح سواء بريشر دروب او حاجه عادي يا جماعه دي مساله كانها مساله ديزاين انا الزون الاولاني ده انا عادي انا شغال عادي جدا صح فعندي رينولد عادي هروح اجيب له اف داش عادي هتطلع الاف داش بتاعتي 0.0013 تقول لي جي سكوير ده هقول لك ما هي عندي الجي ماس فلوريت على كروس سكشنال اريا عادي برضو صح ال اللي هو الفريكشن اللينث اللي هو مين؟
انسايد دايمتر بتاع الشلف اللاين بتاع البافل سبيسنج، كل الحاجات دي عاديه معايا صح؟ طيب دي ايكوفالنت هي هي، مين بقى ده الاخ ده؟ سبيسيفيك جرافيتي. انا طول عمري كنت متعوده في مسائل الهيت اكستشينجر، مش تقولوا طب انكم شايفين ظهر الورق في الهيت اكستشينجر ان انا بشتغل ليكويد، فكنت بطلع الاسم التيبل صح؟ المره دي اس ايه بقى؟ الحاجه الوحيده اللي فرقت ان دي فيبر، يبقى اروح اجيب اس البيبر ازاي؟ بي ام على ار تي واقسمها على 62.4 ماشي؟ عشان دي فيبر، اول مره اعرض ان انا شغاله هيت اكستشينجر عادي بس فيبر. خلاص؟ بريشر معايا 85 بس هزود عليه 14.7. ام مولاكيولر ويت ار بكام؟ 8 عفاريت يا حبايبي، 8 ايه؟ 10.7 ماشي؟ عشان خاطري، عشان خاطر احنا هنمتحن في رمضان على الكوندنسر. فهم كلهم خمس مسائل، واحدة حليناها مع بعض، واحدة قلنا ناخدها هوم ورك تحلوها، التالتة اهي ناقص لنا المرة الجاية هحل واحدة وخلاص. ماشي؟ الموضوع كله بتاع أساسا الرابعة والخامسة معاكم في الفيديوهات، بس أنا هحل واحدة واحدة أوريدي في الفيديو لأنها أختها. أختها بس فيرتيكال، ماشي؟ تمام؟ طيب التمبريتشر بالرايت خلي بالك هتزود 460 عشان خاطري بقى، هي دي الحاجات اللي بتنقصنا درجات بلا اي هدف. افندم جامد برافو عليك. اخدين بالكم يا جماعه ان اللينث ده اللي هو 40% من التوتال ها ماشي؟ طيب يلا على زون 2. خلي بالك بس ان الرول في هاف، انت كده كده ما عليكش انك تحفظ الرول، بس لما تيجي تطبق خلي بالك ان ده في هاف، ها في عينك بس ما تنزقش. اف داش جي سكويرد ال على 5.22 تايمز 10 تو ذا باور 10 دي ايكوفالنت اس. استنى عشان في حاجات سهله. ال هو مين؟ انسايد دايمتر بتاع الشلف اللي انت عارفاه في السبيسنج وخلاص، عارفه اني هاخد لينك الزون الثاني. الجي ماس فلوريف على كروس سكشنال اريا، بيني وبينك انا مش فارق معايا شغاله في انهي زون. الايكوفالنت دايمتر هو هو الاس بي ام على ار تي. يا عسل يا عسل، ايه الحلاوه دي؟ هو احنا في البريشر دروب بحسب على ايه؟ الله يسامحكم فيبر يا جماعه، طب ربع جنيه ضمير في المذاكره. مش احنا قلنا في جزء الهيت ترانسفير كوفيشنت بحسب على انه ليكويد، وفي البريشر دروب بحسب على انه فيبر؟ الله يكرمكم. ها ها بي ام على ار تي على 62.4 استنوا بقى عشان انا عندي ازمه في الاف دي. الاف دي بتيجي منين؟ رينولد العاديه. طب ما هو انا عادي، انا عندي رينولد العادية صح؟ لا ليه؟ عشان ايه؟ استنى. لا احنا انا بتكلم على رينولد العادية اللي هي بتاعت الجي دي ايكوفالنت على الميو دي. الجي هي هي، دي ايكوفالنت هي هي، الميو هنا كام؟ ها؟ هقول بس حاجة، الميو هنا انا كنت جايبها عند التي بالك ها فيبر عند التي بالك هنا انا هاخدها فيبر عند تي فيبر عند 130 او عند 127.5 مش هتفرق كتير ها ماشي ماشي طيب بس كده خلاص هيطلع دلتا بي 1 بتاعت الزون الاولاني ب 1.2 ودي هتطلع 1.4 اتفقنا؟ هنحل ايه في البيت بقى؟ مش هنحل حاجه. في المره الجايه هنعمل مع بعض باذن الله كوندنسر سب كولر. ثانيه واحده المره الجايه وبعدين المره اللي بعدها رمضان على طول؟ يعني نو وين نمتحن قبل رمضان. وقف بقى تسجيل كده احنا خلاص.